لا، القرآن صفة لله، يعني مثل علم الله، قدرة الله، المخلوقة كلام الله غير مخلوق كذلك. كلام الله، كلام الله فغير مخلوق. اي نعم. ويسأل عن كلام القرآن هل هو مخلوق؟ طبعا لا، لأن هذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما أن علم الله، كما أن علم الله ليس بمخلوق، وسمع الله ليس بمخلوق، وقدرة الله ليس بمخلوق، كذلك كلام الله ليس بمخلوق، لأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى.